مرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل لفيديو جديد عن مسلسل اخواتي. وقبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. اعملوا فولو على انستجرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقنوات التانية، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل اخواتي، تسريبات حصرية وفيديوهات من كواليس تصوير الحلقة الاولى لمسلسل اخواتي اللي هيتعرض يوم 11 سبتمبر يوم السبت القادم. خبر الاول، في مفاوضات مع جيداء دوفانجي للانضمام للموسم الثاني من مسلسل اخواتي عشان تقوم بدور برنا عمة هاريكا اللي من تعريف شخصيتها ان هي هتكون بلاء على راس سوزان والدة هاريكا. انا الممثلة دي بحبها من اعمالها السابقة النساء حائرات واليوم الثامن. مسلسلات ما كانتش مشهورة قوي لكن هي كممثلة شاطرة جدا، فتوقع ان هي لو وافقت على المسلسل هتأدي الشخصية بطريقة جميلة جدا. انتوا اكتبوا في التعليقات تحت تحبوا تنضم للمسلسل بدور برنا او تحبوا اي ممثله تاني تكون بتعمل دور برنا في مسلسل اخواتي. الخبر التاني، في الفيديو ده جزء من اعلان قناه اي تي في اللي بتعرفنا فيه عن المسلسلات اللي هتتعرض على قناتها، ومن ضمن الممثلين اللي ظهروا هم ممثلين مسلسل اخواتي. لكن كان في جدل كبير جدا على البوستر ان هم وضعوا الممثلين دول فقط، واللي هم شنجل وعمر واسيا وقدير وعاكف، اما باقي الممثلين موضعهمش، مع ان كان في التصوير زي ما ظهر قدامكم دلوقتي اولوجان وايبوكي وامل ودروك وغيرهم كانوا موجودين في التصوير الاعلان، لكن في البوستر موضعوش غير الممثلين دول فقط. فاعتقد ان هما بالصورة دي بيكونوا بيوضحوا مين هما ابطال الموسم الثاني، يعني دول اللي هيكونوا محور القصة واللي كل القصة هتكون بتدور حواليهم. اي نعم امل اختهم الصغيرة يعني لازم تكون موجودة، لكن دورها مش قوي زي اخواتها الكبار. دروك واولوجان وايبوكي مش شخصيات أساسية، هما شخصيات مهمة، وأي نعم دروك هو اللي كان منجح المسلسل، لكن بالنسبة لمحور القصة ومين أساس القصة فهما أبطال الموجودين على البوستر، يعني مجرد ترويج للمسلسل مش أكتر، عشان في ناس كتير أو فهموا غلط وقالوا إن كده يحصل لخبطة كتير والصورة اللي اتحطت يبقى باقي الممثلين هينفصلوا عن المسلسل. لأ، هو بس عشان الترويج وإن هما دول محور القصة. الخبر التالت، في أخبار متداولة من فانزات تركية يعني في مشهد الأسدور أو أسيا ودروك بعد الميتم هيكونوا بيصوروا عند الشاطئ، وهيرجع دروك يتكلم مع أسيا وهيتكلموا بخصوص خروجهم من القن وكدير الموجود في السجن، ويقال إن دروك هيحضنها وهتكون في مشاهد حزينة ومفرحة لعشاء أسدور أو أسيا ودروك. زي ما قلتلكم في الفيديو قبل ده، أسيا ودروك هيكون في ما بينهم انفصال، لكن برضه هيكون في مشاهد رومانسية ما بينهم حتى وقت الانفصال. فده خبر مش متأكدين منه قوي لكن تقريبا هيحصل، لان في كذا حد قال ان هما شافوهم هما بيصوروا المشهد ده. انا الحقيقة مش عارفة مدى صدقهم للاخر، لكن لو ده حصل فهو يكون مشهد حلو قوي. الخبر الرابع، في الفيديو ده دروك وتولجا وايبوكي واسيا وعمر بيتكلموا انه قريبا جدا هنكون مع بعض على قناة اي تي في بمسلسلنا للموسم الثاني كارديش ليرم او اخواتي، يعني ترويجا منهم لكل محب المسلسل. المسلسل خلاص قرب يتعرض. وفي الفيديوهات دي دروك او انور سعيد يارن كان متابعين جايين لي عشان يشوفوه او يشوفوا كاست المسلسل كله ويتصوروا معاهم، لكن دروك هو اللي كان متواضع وكان بيطلع لهم لحد البوابة عشان يتصور معاهم ويتكلم معاهم. حتى في متابعين من السعودية راحوا له وكان بيتكلم معاهم بطريقة لطيفة وطريفة جدا. فحقيقي دروك او انور سعيد يارن ممثل لكن في نفس الوقت شخصية جميلة وخلوقة جدا. الخبر السادس، هي تغريدات من تويتر بعد ما الاعلان الترويجي نزل للموسم الثاني من مسلسل اخواتي، وعبارة عن الصور دي. الصورة الاولى كتبوا عليها ان شعر دروك احلى ما في الاعلان. الصورة الثانية حطوا صورة امل وقالوا ان المسلسل ده برجع له، بحس ان انا مش هقدر اقاوم احداث الكاتبة والسيناريو الواو جدا اللي هي بتكتبه. الصورة دي عن دروك ايضا وكتبوا عليها الله لا يسامحكم، ازاي قدرتوا تبكوه عايش اصعب شعور حقيقة النبوء سبب معاناة حبيبته ما بين انه مضطر يخفي عنها. الصورة الرابعة عن عمر وكتبوا عليها طول المسلسل ببكي عشان عارفين ان عمر مبدع ومؤثر فينا المبدع المظلوم. الصورة الخامسة لإيبوكي وبرك وهم قاعدين مع بعض وهي بتقوله ان احنا نعيش قصة حب لكن بدون ما يحكي لحد، وكتبوا ان دي اجوائي اللي انا بحبها في المسلسل. والصورة الستة والاخيرة لدروك واسيا مع بعض وكتبوا ان الشوق ليهم كبير جدا وانتم متخيلين ان احنا هنرجع نتفرج عليهم كل اسبوع وهنمتع عيوننا بجمالهم،
مع انه الاحداث واضحه ان هي نكد وهم، بس فقد شعور ان هم رجعوا واحنا هنتفرج عليهم كل اسبوع، ده بيفرح القلب. والخبر الاخير معانا في الفيديو، بحسب صفحه التلفزيون الموجوده على تويتر قالوا ان الاعلان الترويجي للموسم الثاني لمسلسل اخواتي احدث اثاره كبيره بين كل متابعين المسلسل في كل بلاد العالم اللي بيتفرجوا على المسلسل، وفي يوم واحد فقط حصل على 1,000,000 مشاهده واحتل المركز الثاني في الترند في تركيا وفي اكتر من بلد تانية. حقيقي مسلسل يستاهل، واضح كده ان في ناس كتير قوي منتظره المسلسل. وبالنسبه للاعلان الترويجي هعمل لكم عنه فيديو بعد الفيديو ده، فانتظروه. وبس كده يكون الفيديو خلص. اكتبوا لكم في الكومنتات لو عندكم اي سؤال او استفسار، اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.